كثيرا ما نسمع أن إحدى المؤسسات البحثية أو أحد المبتكرين أو الباحثين قد قام بتطوير علاج جديد لمرض معين، أو تطوير مادة ما باستخدام تقنية جديدة، أو تطوير أسلوب أسرع في تخفيض الوزن، أو الإعلان عن اكتشاف فوائد جديدة للعسل أو الثوم تضاهي بعض الأدوية أو خلافه. ثم ما أن يتم نشر هذه الدراسة أو الترويج لهذا المنتج الجديد حتى تظهر دراسة مغايرة تنقض أو تشكك في الدراسة السابقة، مما يؤثر سلبا على سمعة الباحث والجهات البحثية، والأهم من ذلك أنه يتسبب في تشويه صورة العلم والعلماء في أعين العامة. ولتلافي الوقوع في مثل هذه المطبات المؤسفة، فإنه يتوجب على الباحث الالتزام بالمنهج العلمي والقيام بالفحوصات الإحصائية اللازمة قبل الإعلان عن نتائج البحث أو الدراسة. ونظرا لما يعانيه معظم الباحثين من صعوبة في تحديد الفحص الإحصائي الصحيح وعدم توفر الوقت لديهم للتعمق في هذا الموضوع، أو عدم توفر مصادر سهلة لشرح هذا الموضوع من الناحية التطبيقية، فإننا سنقوم في هذا الفيديو بشرح شامل ومختصر وفق منهجية منظمة وسهلة تؤهل الباحث بغض النظر عن خلفيته العلمية للوصول إلى الفحص الإحصائي اللازم لدراسته، علما أن جميع الفحوصات والمواضيع المطروقة في هذا الفيديو قد تم شرحها باستفاضة في تسجيلات منفصلة ومنشورة على هذه القناة في اليوتيوب. نبدأ بالخطوة الأولى، وهي أن نحدد ما هي الفرضية التي نريد أن نتحقق منها، ما الذي نريد أن نثبته. وهنالك فرضيتين، الفرضية الأولى تسمى بالفرضية الصفرية null hypothesis، ويرمز إليها بالرمز H note أو H zero، والفرضية الأخرى هي الفرضية المقابلة alternative hypothesis، ويرمز إلها بالرمز H1. الفرضية الصفرية أو الفرضية العدمية هي الفرضية التي تتحدث عن أنه إذا لدينا منتجين أو لدينا دراستين، فالدراسة الأولى أو نتائج العين الأولى لا تختلف عن نتائج العين الثانية، أو أن المنتج الذي تم تصنيعه من المصنع ألف لا يختلف عن المنتج الذي تم تصنيعه من المصنع باء، أو أن العلاج A لا يختلف في كفاءته وفعاليته عن العلاج B. إذن الفرضية الصفرية تبحث في إثبات عدم وجود اختلاف بين شيئين، بمعنى أن الاختلاف صغير جدا بحيث أنه لا يمكن قبوله كفرق حقيقي. أو أننا الفرضية المقابلة اللي هي الـ Alternative Hypothesis اللي تفترض بأن وجود بأن المنتج A يختلف عن B، أو أن كفاءة A تختلف عن B، أن المنتج A يؤدي إلى نتائج تختلف عما يؤدي المنتج B، العلاج A أفضل من العلاج B. هذه هي الفرضية المقابلة. إذن يوجد عندنا فرضيتين، فرضية العدمية H note والفرضية المقابلة، ونحن نريد إما نثبت الفرضية العدمية الصفرية H0 أو نريد أن نثبت الفرضية المقابلة H1. هذا هو الخطوة الأولى. بالطبع الهدف الرئيسي من فحص الفرضيات هو تبيان فيما إذا كانت الاختلافات في النتائج التي تم الحصول عليها عند مقارنتها بقيم أو عينات أخرى أو عينات مرجعية هو نتيجة الصدفة، أم هي اختلافات حقيقية يتم على ضوئها تحديد أفضل طرق للإنتاج أو التطوير. نروح للخطوة الثانية. الخطوة الثانية وفيها يجب أن نحدد فيما إذا كنا نريد إجراء الفحص الإحصائي للتحقق من وجود اختلاف بين النتائج التي تم الحصول عليها والنتيجة التي يتم المقارنة بها، بمعنى هل نريد أن نثبت أنه المنتج ألف يختلف عن المنتج باء،
أم نريد أن نثبت بأن المنتج ألف أفضل من باء؟ إذا كنا نريد أن نثبت الاختلاف بين شيئين بغض النظر عن أن هذا الاختلاف هو اختلاف سلبي أو إيجابي، إذن إحنا بنبحث في شيء اسمه التوزيع ذو الجانبين، two-tailed test. إذا كنا نبحث في أنه فقط نريد أن نثبت وجود اختلاف بغض النظر عن مقدار هذا الاختلاف، معنى هذا إحنا بنبحث في شيء اسمه التوزيع ذو الطرفين، two-tailed test. أما إذا كنا نبحث بأنه المنتج ألف يختلف عن المنتج باء، الدواء ألف المنتج ألف أفضل من المنتج باء، أو الدواء ألف أفضل من الدواء باء، أو المجتمع ألف أفضل من المجتمع باء، معنى هذا إحنا نبحث في توزيع ذو اتجاه واحد، one-tailed distribution. هذا الشيء مهم لأنه بنبني عليه للأمام كيفية اختيار الفحص المناسب. إذن الخطوة الثانية إنه يجب أن نحدد هل إحنا بنبحث في two-tailed test ولا one-tailed test. إذا كان إذن إحنا نبحث في شيء في الاختلاف معناته two-tailed test، إذا إحنا نبحث في التحسن معناته إحنا نبحث one-tailed test. روح للخطوة الثالثة. الخطوة الثالثة، كيف نريد أن نقارن النتائج دراستنا؟ بالطبع إحنا لما ننتهي من الدراسة إحنا في عنا نتيجة، هذه النتيجة كيف بدنا نقارنها بنتيجة أخرى؟ في عدد من الوسائل إنه نقارن فيها نتيجة الدراسة تبعتنا بنتائج أخرى، فإما أن تتم المقارنة مع قيمة مرجعية، المقارنة مع قيمة مرجعية محددة في دراسات أو مواصفات أو قوانين، أو مع قيمة ابتدائية تم تحديدها قبل أو عند بداية الدراسة. إذن يوجد لدينا المخرج من الدراسة هو عبارة عن قيمة، ونريد أن نقارنها بقيمة أخرى محددة في المواصفات أو في القوانين، أو قيمة مرجعية أو القيمة التي يطلبها العميل، أو القيمة الابتدائية التي تم تحديدها في بداية الدراسة، أو بتتم المقارنة مع نتائج عينات أخرى أو مجتمع آخر، أو بتتم المقارنة مع نتائج العينة مع بعضها مع بعض عند دراستها تحت ظروف مختلفة، بمعنى أنه جبنا عينة درسناها تحت ظروف حرارة مختلفة، ضغوط مختلفة، رطوبة مختلفة، مواد مفاعلات تفاعل مواد تتفاعل بطريقة مختلفة. نقارن هون بين العينة نفسها ولكن تحت ظروف مختلفة، أو إن نقارن ترتيب النتائج اللي تم الحصول عليها مع ترتيب النتائج اللي تم الحصول عليها من قبل دارس آخر أو بطريقة أخرى أو بظروف أخرى. إذن هون نبحث إحنا عن الترتيب، اختلاف الترتيب وليس اختلاف المتوسط الحسابي أو اختلاف الوسيط، أو إنه إحنا بنبحث في وجود اختلاف ما بين القيم الحقيقية اللي تم الحصول عليها في الدراسة تبعتنا مع القيم النظرية التي يجب أن تكون أو المفترض أنها تكون أو التي ندعي أن تكون في هذا المنتج أو في هذا المجتمع، أو أن الدراسة تقارن فقط وجود تحسن أو عدم وجود تحسن أو ثبات في منتج ما تحت ظروف معينة. إذن هذه هي الخطوة الثالثة، كيف نريد أن نقارن نتائج الدراسة. الخطوة الرابعة، في الخطوة الرابعة وهي أيضا مهمة، يجب أن نكون على دراية بنوع المقياس الذي نستخدمه،
وهنالك 4 مقاييس تستخدم. المقياس أبدأ من أضعف المقاييس، المقياس الوصفي النومينال سكيل، ثم المقياس الترتيبي أوردينال سكيل، أو مقياس الفترات الانترفل سكيل، أو المقياس اللي هو أعلاها المقياس النسبي. الفرق بين هذه المقاييس مشروح في فيديو منفصل، لكن يجب إنه في بداية الدراسة نعرف أي مقياس إحنا قاعدين نستخدم، لأنه ضروري جدا للفحص اللي يجب إن نستخدمه. إذا مش عارفين إحنا أي مقياس إحنا عم نستخدم، معناته مش راحين نعرف للأمام ما هو الفحص المناسب. إذا مرة ثانية، يوجد 4 مقاييس: الوصفية والترتيبية والفترات والنسبية. بنحدد أي مقياس يجب استخدامه. الخطوة الخامسة، نحدد مجتمع الدراسة، وقد تكون هذه من أهم الخطوات على الإطلاق، أو من أكثر المشاكل شيوعاً ما بين الدارسين. عدم تحديد المجتمع اللي يجب أن يتم دراسته. على سبيل المثال، إذا كان الهدف هو عبارة عن تأثير، دراسة تأثير مادة معينة على الأطفال، فإنه يجب أن تغطي الدراسة جميع الأطفال من ذكور وإناث على وجه الكرة الأرضية تغطية شاملة. إذا كان موضوع الدراسة بتحدث عن تأثير مادة على الأطفال، معنى هذا إنه مجتمع الدراسة هو جميع الأطفال الموجودين على الكرة الأرضية. أما إذا كان هدف الدراسة هو تأثير هذه المادة على الأطفال الذكور، فأيضا هنا نتكلم عن الأطفال الذكور في كل الكرة الأرضية. لذلك يجب أن نكون محددين في الهدف في تحديد المجتمع. ممكن أن نذكر الأطفال الذكور في مدينة محددة في المستوى الدراسي المعين. هنا مجتمع أصبح صغير ومحدد، والنتائج التي تستخرج بها الدراسة ستنعكس على هذا المجتمع اللي تم تحديده. الخطوة السادسة، يجب أن نحدد مستوى الثقة اللي إحنا بنرغب إنه تخرج الدراسة وفقاً إله. بمعنى هنالك في الحقيقة عدة مستويات من الثقة. في مستوى الثقة اللي هو 67%، اللي هو مستوى الثقة رقم 1 أو سيجما 1 اللي هو 67%، مستوى الثقة 2 اللي هو 95%، مستوى الثقة 3 هو 99.7%. بمعنى إنه لو كررنا التجربة 100 مرة، إذا كنا بنشتغل على مستوى ثقة 1، مستوى ثقة 67%، معنى هذا لو كررنا التجربة 100 مرة سنحصل على نفس الإجابة 67 مرة. إذا كان إحنا نرغب بمستوى ثقة 2، بمعنى إنه لو كررنا التجربة 100 مرة سنحصل على نفس الإجابة 95 مرة، نفس الإجابة. لو كانت مستوى الثقة 3، لو كررنا التجربة 100 مرة سنحصل على نفس الإجابة 99.7 مرة. بالعادة إحنا نستخدم مستوى الثقة 2 اللي هو 95%، أو مستوى الثقة 3 اللي هو 99.7%. في معظم الفحوصات في المجال الإحصائي بتكلموا إما عن المستوى 95 أو 99.7 أو 99 فقط، لكن أقل من 95 بالأغلبية ما في حدا بيستخدم مستوى ثقة أقل من 95. الجداول الإحصائية، في أغلب الجداول الإحصائية ما بتتكلم عن مستوى الثقة، بتعطي القيم وفقا لشيء اسمه significance level أو حد التمييز اللي يرمز له بالرمز ألفا، واللي بالمختصر هو يعني حد الخطر
للنتيجة أو المخاطرة في النتيجة، ما هو الخطر الذي سنقبله في النتيجة؟ إذا كنا نتكلم عن 95% معناته إحنا نخاطر بخمسة قراءات خاطئة. إذا نتكلم عن مستوى 99 معناته نتكلم عن نتيجة واحدة، خطر بمقدار واحد نتيجة لكل 100 نتيجة. حد العلاقة ما بين حد الثقة وحد التمييز اللي هو significance level هو حد التمييز يساوي واحد ناقص حد الثقة. فإذا كان حد الثقة هو 95% معناته significance level 5%. إذا كان حد مستوى الثقة 90% معناته significance level 10%، وهكذا. الخطوة السابعة، نحدد مقدار الخطأ اللي ممكن إنه نستحمله أو ما يكون في عندنا مشكلة إنه يكون موجود في الدراسة. لا يوجد، يجب إنه نقتنع إنه لا يوجد دراسة تخلو من الأخطاء. يعني هذا شيء معروف متعارف عليه، لا يوجد علمياً أي دراسة تخلو من الأخطاء، حتى لو واحد بالمليار، واحد بالعشرة مليار، لا يوجد أي دراسة تخلو من أخطاء. لذلك عند بداية الدراسة يجب أن نحدد مقدار الخطأ اللي إحنا راحين نقبله في هذه الدراسة، ويرمز له بالرمز E. بناء على هذا المقدار سيكون مقدار أو حجم العينة سيتوقف على مقدار الخطأ اللي راح نقبله في الدراسة. لا يوجد دراسة بصفر خطأ، لا يمكن. الخطوة الثامنة، نحدد حجم العينة، وللتحقق من صحة الفرضية فأنا نقوم بإجراء التجربة على عينة مصغرة ممثلة للمجتمع، وبناء عليها يتم رفض أو قبول الفرضية. وهون بدنا نعرف إنه في نوعين من الآلات أو الحاسبات المنتشرة على الإنترنت. واحدة معروف باسم معروفة بالسامبل سايز كالكوليتر فور فاريبل داتا، حاسبة حجم العينات للبيانات المتغيرة. وهنالك أيضا حاسبة حجم العينات بيانات الخصائص. الفرق ما بين الأولى والفرق والثانية إنه الأولى، الحاسب الأولى تتعامل مع بيانات ذات طبيعة إنه ممكن يكون الرقم إله في فاصلة عشرية، يعني ممكن يكون رقم 1 و2 بالعشرة، 97 و5 بالعشرة، ممكن يكون يأخذ أي رقم صحيح أو عشري. لكن في الحاسب الثانية لا يمكن يكون في عنا أرقام عشرية، وإنما إحنا نتعامل مع أعداد 1 2 3 4. فإذا كنا نتعامل مع أعداد بنستخدم الآلة أو الحاسبة، حاسبة حجم العينات المسمى بالأتريبيوت داتا. وإذا كنا نتعامل مع قياسات بنستعمل مع السامبل سايز كالكوليتر فور فاريبل داتا للبيانات المتغيره. طبعا سواء هذه او هذه تم شرحهم في فيديو منفصل. حجم العينه في الحقيقه بتوقف على عدد من العوامل، مقدار الخطا اللي تم تحديده سابقا هنا، ومستوى الثقه اللي أيضا تكلمنا عنه بالنقطة السادسة، وتجانس المجتمع بمعنى اللي هو مقدار سيجما، مقدار الانحراف المعياري، وأيضا حجم المجتمع اللي تحت الدراسة، ونوع المقياس المستخدم. كل هذا بالتفصيل تم شرحه بفيديوين منفصلين للخطوة الثامنة. الخطوة التاسعة،
مرحلة اختيار العينة، وضع خطة لأخذ العينات وجمع هذه العينات. وفي هذه المرحلة يجب أن يتم أخذ العينة بناء على خطة مسبقة تضمن اختيار العينات بشكل ممثل للمجتمع ودون تحيز لجزء منها على الآخر، وبعيدا عن الرغبة في تحقيق مخرج معين للدراسة. ويجب أن تكون بطريقة تكون فيها احتمالية اختيار أي عنصر من عناصر المجتمع متساوية. وفي حال عدم التمكن من أخذ عينة ممثلة، فإنه يجب إعادة تعريف مجتمع الدراسة ليتناسب مع الوضع الحقيقي للعينة التي تم أخذها. مثلا إذا كان عفوا المطلوب هو قياس متبقيات المبيدات في شحنة من الخضروات والفواكه، فيجب أن يكون لدينا خطة لاختيار عينات ممثلة من كل الأصناف التي تحتويها تلك الشحنة ومن جميع الأماكن المخزنة بها، وليس فقط من العينات الظاهرة على السطح أو القريبة من متناول اليد. الخطوة العاشرة، الآن نبدأ بإجراء الدراسة حسب الخطة اللي طبعا احنا واضعينها للدراسة. الخطوة 11، نرسم النتائج اللي تم الحصول عليها، وبالأغلب بنستخدم المضلع التكراري أو probability plot، منحنى الاحتمالية بسموه منحنى P probability plot أو P chart، اللي بيعطينا فكرة زي ما انتم شايفين في هذا المضلع التكراري، بيعطينا فكرة هل توزيع النتائج تأخذ التوزيع الطبيعي أم إنها مختلفة عن التوزيع الطبيعي. وهذا ضروري جدا لتحديد نوع الفحص لاحقا، لأن الفحوصات اختيار الفحص يعتمد على إنه ما هو نوع التوزيع اللي للمعلومات اللي تم الحصول عليها. فالهيستوغرام اللي هو المضلع التكراري بيعطينا نظرة سريعة وقريبة جدا من الصحيح لهذا النوع من التوزيع. البي بلوت بيعطينا تماثل النتائج حول البست فيت لاين أو الخط الممثل للنتائج. فإن كانت النتائج متوزعة في الأعلى وفي الأسفل قريبة من هذا الخط، معناته الاحتمالية بأنه التوزيع يكون طبيعي بتكون بدرجة عالية. الخطوة رقم 12، نفحص النتائج، لا نجري شيء اسمه فحص النورماليتي، فحص أن النتائج تتبع التوزيع الطبيعي أم لا. إذن في الخطوة اللي قبلها إحنا أخذنا فكرة، في هذه الخطوة اللي هون إحنا أخذنا فكرة عن إنه التوزيع قد يكون طبيعي، وزي ما إحنا شايفين مثلا في هذه النتائج يبدو إنها النتائج تأخذ التوزيع الطبيعي، ولكن هل نستطيع فعليا إنه نستخدم النتائج هاي على اعتبار إنها ذات توزيع طبيعي أم لا؟ لازم نعمل واحد من الفحوصات الأربعة التالية اللي هي بالخطوة رقم 12. في هذه الخطوة نقوم بإجراء فحوصات النورماليتي للتأكد إن النتائج يمكن التعامل معها على إنها ذات توزيع طبيعي أم لا. ويوجد زي ما ذكرنا أربع فحوصات. الفحص الأول اسمه سكونس نمبر، أوكي، الذي يستخدم للكشف عن تناظر النتائج حول المتوسط الحسابي. لنفرض هذا هو المتوسط الحسابي هنا، هل النتائج إلى اليمين تساوي النتائج إلى اليسار؟ هون مثلا في هذا المنحنى بنشوف أن المنحنى مائل إلى اليسار، بينما في هذا المنحنى نرى أن النتائج مائلة إلى اليمين، ليست متماثلة حول المتوسط الحسابي. إذا ما هو المقدار اللي نعتبر فيه أن النتائج ذات توزيع طبيعي أم لا من خلال فحص سكونس نمبر، رقم سكونس معناته
نجري فحص لسكونس نمبر واللي بيحدد لنا تماثل النتائج حول المتوسط، أو نجري فحص اللي نسميه فحص كورتيسيوس نمبر اللي بيفحص لنا إنه إذا كانت النتائج هي توزيعها منحصر أو قريب جدا من المعدل وهي شارب حادة ذات توزيع حاد، هي صحيح شكلها زي المنحنى الطبيعي ولكنها النتائج قريبة جدا من بعضها، أم إنها متفلطحة النتائج موزعة على مجال أكثر كثير مما هو يجب أن يكون عليه في التوزيع الطبيعي، أم إنها لا تقترب من التوزيع الطبيعي. إذا في ثلاث حالات، إما تقترب من التوزيع الطبيعي أو إنها توزيعها حاد قريب جدا من بعضها أو ذات مجال واسع. الفحص هذا لو فحص كورتوسيوس نمبر بيفحص لنا اللي هو حدة أو تفلطح النتائج، أو عندنا الفحص الثالث اللي هو بنسميه فحص أندرسون دارلينج تيست اللي هو يفحص الحدة والتفلطح والتماثل مع بعضهم البعض من خلال رقم واحد. إذا فحص أندرسون دارلينج يغنينا عن الفحصين، لكن المخرج تبع أندرسون دارلينج ما بيحدد لنا إذا كان النتائج هي حادة أو متفلطحة أو ما إلى اليمين أو ما إلى اليسار، هو بيعطينا رقم بيحكي بأنه النتائج يمكن اعتبارها قريبة من التوزيع الطبيعي أم لا. إذا كانت النتائج عددها إذا كانت العينات اللي تحت الدراسة عددها قليل أو توزيع تبعها غير معروف، فبنستخدم هون في فحص خاص اسمه كولموغروف سميرنوف تيست. هذا الفحص أيضا بيعطينا مؤشر لإمكانية استخدام النتائج إذا كان عددها قليل أو ذات توزيع غير معروف. إذن يوجد أربع فحوصات، بالأغلبية إحنا نستخدم الأندرسون دارلينج تيست. الخطوة رقم 13، الآن إذا كانت مخرجات الخطوة رقم 12 بتحكي إنه نتائج غير ذات توزيع غير طبيعي، فبالخطوة رقم 13 هل بنرغب بتحويل هذه النتائج إلى نتائج ذات توزيع طبيعي؟ يعني إذا نفرض إنه النتائج عندنا بهذا الشكل، هل بنرغب إنه نحولها إلى هذا الشكل؟ هذه الطريقة في الخطوة رقم 13 بتأهلنا إنه نحول النتائج من توزيع ذات غير توزيع طبيعي إلى توزيع يقترب من التوزيع الطبيعي، وهون بنستخدم طريقة تدعى Box-Cox Power Transformation Method. هذه الطريقة تستخدم لهذه الغاية. إذا ما بدناش نحول نتائج ممكن نتجاوز النقطة رقم 13. الآن بنوصل إلى مفترق طرق، وعلينا أنه نختار الآن الفحوصات، إما أنه نجري فحوصات بنسميها Parametric Tests أو نروح هذا في المسار A، أو نجري الفحوصات في المسار B Non-Parametric Tests، أو نجري فحوصات اللي هي فحوصات النسبة Test of Proportions. كيف نختار ما بين A أو B أو C؟ الآن وفقا للمعطيات التي تم الحصول عليها سابقا من حيث توزيع النتائج وحجم العينة ونوع المقياس المستخدم ونوع التوزيع النتائج، فإحنا بنختار إما A أو B أو C. الآن التوزيع A
عفوا المسار ايه؟ هو المسار الخاص بالفحوصات التي تتم على البيانات التي تكون ذات توزيع طبيعي، او يفترض او يمكن التعامل معها على انها ذات توزيع طبيعي وذات حجم عينات كبيرة نسبيا ومقاسة على مقياس الفترات الانترفال سكيلز او على المقياس النسبي ريشيو سكيلز، واللي نحكي لها البارامتريك تيست. بارامتريك تيست الفحوصات التي ذات القيم الوسطية، يعني النتائج يمكن أن تكون تحتمل أي قيمة، عدد صحيح أو كسور. الفحوصات اللي في المسرب بي، اللي هو الفحوصات الخاص الفحوصات اللي تتم على البيانات اللي هي نون بارامتريك تيست ذات التوزيع غير المعروف أو حجم عينة صغير نسبياً ومقاسي على أي مقياس من المقاييس الأربعة، الوصفي أو الترتيبي أو الفترات أو النسبي. إذا الـ A تجرى على النتائج ذات التوزيع الطبيعي وحجم عينات كبير ومقياس نسبي أو فترات، B لحجم عينات صغير أو مقياس أو أي من المقاييس الحقيقة وحجم عينات صغير. سي تجرى على البيانات اللي تقاس بشكل أعداد فقط، يعني الدراسة فقط تمت عن طريق العد، عدينا كم واحد مصاب، كم منتج مطابق، كم منتج غير مطابق، كم شخص مريض، كم شخص مش مريض، كم قطعة بيضة، كم قطعة مش بيضة. هذا هو الفرق ما بين الثلاث مسارب. الآن منروح حسب النتائج اللي الآن حصلنا عليها، نروح لكل مسرب. نبدأ بالمسرب A البارامتريك تيست، وبعدين منروح للمسرب B، وبعدين نروح للمسرب C. في المسرب A اللي هو البارامتريك تيست، زي ما حكينا إنه هنا الداتا مقاسة على مقياس الفترات أو المقياس النسبي، وهي تعتبر ذات توزيع طبيعي وتتم على عينات كبيرة. أول إجراء بنقوم فيه بهذا المسرب إنه هل عندنا رغبة بإنه نتخلص من القيم الشاذة اللي تم الحصول عليها في النتيجة، في النتائج الدراسة تبعتنا، هل إن قيم شاذة حابين نتخلص منها أم لا؟ إذا كنا بنرغب بأنه نتخلص من تأثير القيم الشاذة، بنحسب إشي اسمه robust standard deviation. robust standard deviation، واللي ممكن انترجمه للغة العربية على انه هو الانحراف المعياري المشذب، بمعنى انه تم تجذيب او تقنيب القيم الشاذة من الدراسة. وبعد ما انه نحسب الان النتائج بتكون شكلها في البداية على هذا الشكل، هذا هو توزيع النتائج، وزي ما شايفين انه المتوسط الحسابي ممكن ما يكونش بالسنتر، فبنقوم بعملية قص للنتائج اللي بتتحصل على ثلاثة انحرافات معيارية من الروبست ستاندرد ديفيشن، مش الانحراف المعياري العادي، طبعا هذا مشروح بفيديو خاص. بعدها بعد ما نقص ونقلم هذه النتائج راح نشوف انه شكل التوزيع راح ياخذ هذا الشكل، وتصبح النتائج أكثر انتظاماً وتذهب ونخفف بهذا الإجراء من تأثير القيم الشاذة على الدراسة تبعتنا. ممكن ما يكونش في عنا رغبة لإجراء هذه الخطوة، معناته منروح على طول للخطوة اللي بعديها. الخطوة اللي بعديها هي عبارة عن سؤال إنه هل الانحراف المعياري للقيمة اللي إحنا
بدنا نقارن فيها معروفة أم لا، عندنا نتيجة إحنا وبدنا نقارنها بنتيجة أخرى. النتيجة الأخرى هل الانحراف المعياري لها معروف أم غير معروف؟ إذا كان معروف معناته في عندنا الآن اختيارين، بدأنا الآن في مرحلة اختيار الفحص المناسب. إذا كان في عندنا إما زد تيست لعينة واحدة وفي عندنا زد تيست لعينتين. زد تيست للعينة الواحدة يستخدم، يمكن استخدام هذا الفحص، خلينا نبين تحت أفضل شوية. الآن فحص الزد تيست يمكن استخدام هذا الفحص، نتكلم عن هذا الفحص، لمقارنة المتوسط الحسابي لعينة مع المتوسط الحسابي لمجتمع. المتوسط الحسابي لعينة، هذه المتوسط الحسابي، هذا هو العينة. فنقارن المتوسط الحسابي إلها العينة مع المتوسط الحسابي لمجتمع أو قيمة محددة مسبقا ومعروف لها الانحراف المعياري. إذا القيمة اللي بنقارن معها معروفة ابتداء، معروفة مقدارا ومعروف الانحراف المعياري تبعها. بناخذ العينة اللي تحت الدراسة، بنوجد المتوسط الحسابي إلها وبنوجد الانحراف المعياري، بنقارن الانحراف المعياري للعينة مع الانحراف المعياري للعينة القيمة المحددة مسبقا. من الأمثلة على هذا الفحص مثلا مقارنة المتوسط الحسابي لوزن عينة من المعلبات لمادة معينة، علب فول، علب حمص، تم أخذها من الأسواق، مع المتوسط الحسابي لإنتاج مصنع معين معروف له المتوسط الحسابي والانحراف المعياري لهذا المنتج، أو لقيمة مرجعية معروف لها المتوسط الحسابي ومقدار الارتياب أو الانحراف المعياري. إذا هذا هو الزد تيست فور وان سامبل، لعينة واحدة تقارن مع عينة مع قيمة مرجعية. في عنا الزد تيست اللي بقارن مجتمعين مع بعضهم، بمعنى بدنا نقارن إنتاج مصنع ما لمنتج لمصنع ما مع منتج، مع نفس المنتج اللي بيتم تصنيعه من مصنع آخر. هون نستخدم يعني ان عدد عينات جدا كبير، أو ممكن يكون ابتداء معروف المتوسط الحسابي تبعه والانحراف المعياري، بنقارنه مع مجتمع آخر عدد عيناته كبير أو معروف له المتوسط الحسابي والانحراف المعياري. إذا هون نتكلم عن زد تيست لعينتين. في الآن إذا كان القيمة الانحراف المعياري غير معروف مسبقا، غير معروف مسبقا نو، لأن في عندنا عدد من الاحتمالات. إذا كان نتكلم عن عينة واحدة وبدنا نقارنها مع قيمة مرجعية نستخدم فحص تي تيست. إذا كان نتكلم عن عينتين بدنا نقارنهم مع بعضهم أيضا نتكلم عن تي تيست لعينتين. إذا كنا نتكلم عن مقارنة لأكثر من عينتين مع بعضهم هون بنتكلم عن أنوفا. راح نتكلم عن كل واحدة الآن بالتفصيل. إذا الطريقة الأولى عندنا فحص التي تيست اللي بيقارن عينة واحدة صغيرة طبعا نوعا ما مقارنة مع الزد تيست، تقارن مع عينة معروفة ابتداء أو مع قيمة محددة ابتداء. إذا أخذنا عينة من الأسواق، عينة صغيرة من الأسواق، وبدنا نقارنها مع قيمة معروفة مسبقا،
هل يمكن اعتبار هذه العينة قريبة من العينة أو النتيجة المحددة مسبقاً أم لا؟ في فحص التي تيست لعينتين، هون في عنا 3 احتمالات. إنه العينتين اللي احنا اللي بدنا نفحصهم الآن، السؤال الأول هل هي نفس العينة بدنا نقارنها قبل إجراء الدراسة، يعني نقارن نتائجها قبل إجراء الدراسة مع نتائجها بعد إجراء الدراسة، معناته نتكلم عن نفس العينة بدنا نقارن النتائج إلها قبل أو بعد، قبل مع بعد، أوكي؟ قبل مع بعد، وهون بنسميها paired sample، أو إنه من نقارن عينتين ما إلهم علاقة في بعضهم، وبالتالي حجم العينة هو مش نفسه للعينة الأولى مش نفسه للعينة الثانية. الآن إذا كان بدنا نعيد إذا كان إنه النتائج لعينة واحدة من نقارن نتائجها قبل مع بعد، اوكي معناته الجواب يس. اذا بننزل هنا لفحص اسمه تي تيست بيرد سامبل، اوكي، وبنتكلم عن نتائج فحص عدد من المنتجات قبل وبعد اجراء معين، معناته نتائج حجم العينات هو نفسه اللي قبل هو نفسه اللي بعد. من الأمثلة على هذا الكلام بدنا نشوف أثر التدريب على مجموعة من الأشخاص قبل ما أعطناهم التدريب وبعد ما أعطناهم التدريب، بدنا نشوف أثر دواء معين على مجموعة من الأشخاص فحصناهم قبل ما نعطيهم هذا الدواء وبعد ما أعطناهم هذا الدواء، بدنا نشوف أثر مادة ما على منتج معين، فحصنا الخاصية لهذا المنتج قبل الإضافة مع الخاصية نفسها بعد الإضافة. إذا هون بنجري فحص تي تيست paired samples. إذا كانت العينات لا هي مش إحنا بنعيد الفحص على نفس العينة، العينة بنقارن عينة مع عينة مختلفة. الآن أيضا في عنا سؤال لازم نسأله بالبداية، هل العينتين الانحراف المعياري أو التباين للعينتين قريب من بعضه أو غير قريب من بعضه؟ إذا ما كان عنا فكرة بأنه الانحراف المعياري للعينة الأولى أو التباين للعينة الأولى يساوي التباين للعينة الثانية، معناته بنختار t-test for unpaired samples assuming unequal variance. هون حكينا عن paired samples، هون متكلم عن unpaired samples، يعني العينات مش نفسها، العينة الأولى مش نفس العينة الثانية، وبافتراض إنه العينتين مختلفتين من حيث الانحراف المعياري أو التباين، أو إحنا نعرف إنه التباين للعينتين أو الانحراف المعياري قريب جدا من بعضه، هون بنجري فحص اسمه t-test for unpaired samples assuming equal variance. إذا بنحكي إنه العينتين متجانستين من حيث التباين، متجانستين من حيث الانحراف المعياري. الحقيقة إنه هذا الفحص هو عبارة عن حالة خاصة من هذا الفحص، فإذا كنا ما بنعرفش إحنا إنه العينة الأولى تساوي العينة الثانية من حيث التباين أو الانحراف المعياري، ممكن على طول نروح لهذا الفحص. هو كل الفرق إنه هذا الفحص أسهل من الفحص، ولكن مع وجود طبعاً
إكسل أو البرامج الإحصائية مختلفة، فإجراء الفحص مش مهم إنه يكون معقد أو سهل، لأنه بينحسب بطريقة سريعة. إذن هون نبحث بنتائج فحص باستخدام طريقتين مثلا مختلفتين للتصنيع. مرة أخرى، إذا لما نحكي عن بدنا نقارن عينتين مع بعضهم، إذا كانوا العينتين هم عبارة عن نفس العينة قبل وبعد، منروح ل تي تيست بيرد سامبلز. إذا العينتين مش هم نفسهم مختلفتين، فبنعمل تي تيست للان بيرد سامبلز إذا كان الفارينس مختلف، أو بنعمل تي تيست فور ان بيرد سامبلز assuming equal variance إذا إحنا عارفين إنه الفارينس قريب من بعضه. الفحص اللي يستخدم للكشف عن إنه العينتين إلهم نفس الفارينس أو مش نفس الفارينس هو فحص الاف تيست. فإذا كنا ما يعني إذا كنا غير رغبانين في إجراء فحص الاف تيست، على طول بنيجي على هذا الفحص. أما إذا بدنا نكشف عن إنه العينتين إلهم نفس الفارينس أو مش نفس الفارينس، ما ضروري نعمل فحص الاف تيست. للتسهيل تعالوا مباشرة على تي تيست فور unpaired سامبلز assuming ان ايكوال فارينس، بيعطي نفس النتيجة اللي ممكن الواحد يسلكها بهذا الطريق. الآن في فحص بيسموه بعد ما ننهي فحص التي تيست، الزد تيست والتي تيست، في فحص اسمه فحص الإكويفلنسي تيست. فحص الإكويفلنسي تيست، فحص التكافؤ خلينا نسميه، ولكن يعني بعتقد انه هو الاسم التكافؤ ربما شوي مضلل. هو في الحقيقة هو عبارة عن فحص بيكشف حساسية فحص زد وفحص تي لتغيرات بسيطة جدا، خصوصا لما تكون النتائج على الحفة. هذا الفحص في فحص الإكوفالنسي تيست بيبين لنا مقدار تأثر النتيجة عن طريق إضافة كمية صغيرة جدا أو حذف كمية صغيرة جدا. خلينا نشوف مثلا، لأن هذا عينة اللي بالأسود وهذه العينة هنا هاي اللي بالأخضر. الآن العينة اللي بالأسود اللي هنا هذا هو المتوسط الحسابي إلها، العينة الأخضر المتوسط الحسابي إلها. زي ما احنا شايفين التنتين العينتين داخل الحدود اللي ممكن نعتبرهم انهم متجانستين. إضافة كمية بسيطة للعينة بي قد تؤدي إلى زيادة، إلى إحداث فرق يخليها تطلع خارج هذا الحد، خارج الحد وتيجي لهذا الجانب. وممكن إنه تكون سواء طبعا هنا عم نحكي على إضافة إنه بعدنا ما بينهم، أو إنه نتكلم عن حذف بحيث إنه قربنا ما بينهم. فإذا كانت النتيجة والله مع هالإضافة هاي، الإضافة أو الحذف، بقيت النتيجة العينات ضمن الحدود اللي مسموحة، معناته الفحص غير حساس لإضافة كمية صغيرة أو حذف كمية صغيرة، وهنا بتكون في مصداقية أعلى لفحوصات تي تيست وزد تيست. مش كثيرين طبعا اللي بيعملوا هذا الفحص، ولكن أعتقد أنه ضروري لما تكون النتائج على الحفة. الآن إذا كان عندنا أكثر من عينتين بدنا نقارن النتائج تبعتهم، في عندنا أكثر من عينتين. الآن إذا كان المقارنة بتتم لمتغير واحد بنسلك هذا الطريق، إذا بنقارن لمتغيرين نسلك هذا الطريق. خلينا نشوف شو معنى متغير وشو معنى متغيرين.
لأن لمتغير واحد بنستخدم الأنوفا 1 way اللي بيقارن لنا عينتين، بقارن المتوسط الحسابي لعينتين لمتغير واحد. اوكي، طبعا لعينتين او اكثر، عفوا، يعني مش بس عينتين، ممكن يكونوا 3 4 10 20. الان زي ما احنا شايفين هون عندنا 3 عينات، وبدنا نشوف انه هل المتوسط الحسابي لهم مختلف عن بعضه ام لا. فمثلا نتائج فحص منتج تم تصنيعه بثلاث انواع مختلفه من المضافات، والمطلوب هل هنالك تأثير لتغير نوع المضاف على نتيجة الفحص. إذا عندنا منتج ما تم إضافة ثلاث أنواع من المضافات إلى هذا المنتج، والمطلوب نشوف هل بتغير النتيجة، هل بتتغير الخاصية، لنفرض خاصية قوة التحمل أو خاصية السمية أو خاصية الكثافة أو خاصية أي خاصية احنا بنبحث فيها، فعالية الدواء أو أي شيء، هل بتتغير بتغير هذا المضافات هذه أم لا. إذا كانت المتوسطات الحسابية قريبة من بعضها والانحرافات المعيارية متشابكة، معنى هذا أنه راح تكون النتيجة متقاربة. إذا فحص أنوفا بيكشف لنا عن تقارب النتائج لخاصية واحدة، لخاصية واحدة تحت ظروف مختلفة. الآن أنوفا تو ويز بتكشف عن متغيرين، تتعامل مع متغيرين، وهون بنتكلم ايضا في ان سؤال يجب ان نسأله، هل احنا بنتكلم عن انوفا في انوفا تو ويز وذ ريبليكيشن المتغيرين تم تكرارهم في عدد من الاماكن، اذا تم اجراء دراسة ما وعلى متغيرين والدراسة تمت على عينة عينة عينة، أم إنه على متغيرين ولكل متغير تم دراسته على أكثر من عينة. إذا تمت الدراسة على متغيرين لعينة عينة عينة من كل نوع، إذا إحنا نتكلم عن ANOVA two way without replication. إذا تمت الدراسة لمتغيرين على أكثر من عينة، إذا نتكلم هنا عن ANOVA two way with replication. نأخذ مثال. الآن الANOVA two way without replication، مثلا عندنا نتائج فحص منتج تم تصنيعه بثلاث أنواع مختلفة من المضافات. هاي نتيجة التصنيع للمضاف الأول، وهذا للمضاف الثاني، وهذا للمضاف الثالث، وعلى أربع أزمنة. هاي النتيجة للزمان الأول، للزمان الثاني، للزمان الثالث، للزمان الرابع، يعني تم ممكن وضعه في الفرن لأربعة أزمنة مختلفة. الآن اللي بدنا نفحصه بأنوفا تو وي، واحد، هل هنالك تأثير لتغير نوع المضاف على نتيجة الفحص؟ هل المضاف، تغير نوع المضاف بيأثر على النتيجة النهائية أم لا؟ هل تغير الزمن، زمن التفاعل، يؤثر على نتيجة الفحص أم لا؟ إذا نتكلم عن تغيير المضاف وتغيير الزمن. في الـ One Way ANOVA كنا بنتكلم عن فقط متغير واحد، مثلا كنا نتكلم عن تغير المضاف، هون نتكلم في ANOVA two way
without replication عن عن المضاف وعن أيضا متغير آخر هو الزمن. فهل يوجد أثر للمضاف اللي جاوبنا عليه في الأنوفا one way أو single way؟ وأيضا نجيب على سؤال آخر، هل يوجد تأثير للزمن المتغير الآخر على النتيجة أم لا؟ الآن لو كررنا التجربة عدد من المرات، عدد من المرات، هون نتائج فحص منتج تم تصنيعه بثلاث أنواع مختلفة من المضافات وعلى أربع أزمنة مختلفة، بحيث تم أخذ أكثر من عينة لكل نوع مضاف وعند كل زمان. إذن هذه النتيجة هي لأكثر من عين، لعدد من العينات، وهذه النتيجة لأكثر من عين، لعدد من العينات. هذول العينات كلهم عند نفس لنفس المضاف، وهذول العينات كلهم للمضاف الثاني، وهذه العينات هنا للمضاف الثالث، وهذا عند نفس الزمان ولكن لأكثر من عينة، وأيضا نفس الشيء عند نفس الزمان لأكثر من عينة، وهكذا. الآن أيضا إحنا في عندنا متغيرين، المضاف والزمن. الآن نجيب عن ثلاث أسئلة مش عن سؤالين. أولا، هل هنالك تأثير لنوع المضاف اللي تم إضافته، المضاف A و B و C؟ إذا نفس السؤال اللي سألناه هون. ثاني شيء، هل هناك تأثير للزمن على الخاصية المحذوفة فيها؟ أيضا هو نفس السؤال اللي سألناه هون، ولكن ANOVA two-way with replication بجاوبنا على سؤال جديد، هو ما هو التأثير المشترك للزمن والمضاف على النتيجة النهائية؟ هل هناك تأثير مشترك للزمن مع نوع المضاف؟ مرة أخرى، إذا في عنا ANOVA one-way بيبحث في متغير واحد مثلا نوع المضاف، وبدنا نشوف إنه هل المضاف يؤثر على النتيجة النهائية أم لا. هون بنبحث متغيرين مثلا نوع المضاف والزمن، وبنبحث بتغيير بتأثير المضاف وتأثير الزمن كل على حدة. بالأنوفا تو ويز وذ ريبليكيشن ببحث بتأثير كل واحد منهم على النتيجة، أيضا التأثير المشترك لهم مع بعضهم. وهيك احنا بنكون خلصنا المسار الأول اللي هو البارامتريك تيست، اللي مرة ثانية خلينا نعيده، في عنا احنا إما زد تيست أو تي تيست أو ANOVA تيست. أوكي، الآن نروح للفحوصات اللي هي النون بارامتريك تيست. والنون بارامتريك تيست اللي هو المسار بي بتكلم عن الفحوصات اللي بتتم إجراءها على أي من المقاييس، و من المقاييس الوصفية أو الترتيبية كحد أدنى، وطبعا ممكن الانترفل وممكن الريشو أيضا، أو إنه التوزيع ليس توزيع طبيعي، النتائج لا تأخذ شكل التوزيع الطبيعي كما كان مطلوب في البارامتريك تيست، أو إنه التوزيع أصلا غير معروف، أو إنه حجم العينة صغير، أو إنه إحنا بنبحث في تأثير الوسيط وليس المتوسط. الآن في عنا أيضا نفس الشيء، بنسأل حالنا ما هو عدد العينات اللي إحنا بنشتغل عليها؟ هل إحنا نبحث في عينة أم عينتين أم ثلاث عينات؟ الآن إذا كان في عنا عينة واحدة فيوجد فيه فحصين، الفحص الأول
بنسميه الوان سامبل تيست. One sample test اللي هو عفوا نسميه sign test for one sample، الفحص الإشارة لعينة واحدة. فحص الإشارة لعينة واحدة يستخدم لتحديد وجود تحسن لنتائج عينة مقارنة بقيمة مرجعية، بقيمة مرجعية استنادا لعدد العينات اللي طرأ عليها تغيير، وبغض النظر عن مقدار التغيير. مثلا على سبيل المثال، فحص الساين تيست يستخدم مثلا لفحص تأثير التدخين على النبض. قيمة النبض قيمة محددة مسبقا. الآن أجرينا هذا الفحص على مجموعة من الأشخاص، خليناهم يدخنوا وقسنا النبض تبعهم بعد ما إنهم دخنوا، وقارنا مع القيمة اللي إحنا محددينها مسبقا، فيما إذا كان الدخان هذا أدى إلى إنه الأشخاص اتغيرت النبض تبعهم زاد أو بقي على ما هو عليه أو نقص. بغض النظر عن مقدار هذا التغير، زاد النبض بمقدار 20 نبضة في الدقيقة أو 50 أو إن شاء الله نبضة واحدة، أو نقص بمقدار نبضة واحدة أو 20، مش مهم. إذن هون نتكلم فقط عن التأثير إنه سلبا أو إيجابا من غير ما نفكر في المقدار. وبنجري الفحص هذا اللي بنسميه ساين تيست فور وان سامبل، ساين تيست فور وان سامبل، هذا الفحص. الآن في مثال آخر على سبيل المثال، إنه محرك ما بدنا نضيف له زيت معين ونشوف استهلاك الوقود للمحرك، هل زاد أم نقص أم بقي على ما هو عليه، بغض النظر عن مقدار هذه الزيادة أو نقصها. وبناء على عدد النتائج اللي تم أو عدد المحركات اللي تحسنت مع المحركات اللي ما تحسنت واللي بقيت كما هو عليه، بنحدد فعلا إنه هذا الزيت له تأثير إيجابي أم ليس له تأثير إيجابي. وكذلك الأمر بالنسبة للدواء، بنقارن تأثر المصابين بداء معين بهذا الدواء، هل تحسنوا أم لم يتحسنوا. الفحص الثاني اللي بنسميه فحص ويلكوكسون ساين درانك تيست، هذا الفحص بيقارن ما بين تأثير شيء على شيء آخر كما هو في فحص الساين تيست، ولكن بيأخذ بعين الاعتبار مقدار التغير. يعني في المقدار تبع الساين تيست ما كنا بناخذ مقدار التغير في عين الاعتبار، هون بناخذ التغير من حيث الإشارة إنه صار في عنا تغير إيجابي أو سلبي أو بخير ما عليه مع مقدار هذا التغير. يعني عينة واحدة تغيرت بشكل كبير تكافئ مثلا عينتين اتأثروا بشكل سلبي. فهذا الفحص اللي هو فحص ويلكوكسون ساين درانك تيست بيقارن تغير النتائج للعينات مع قيمة محددة مسبقا، اخذا بعين الاعتبار مقدار هذا التغير. اذا هون بنطبق نفس الامثله على سبيل المثال، تاثير التدخين على النبض المحدد مسبقا، ولكن بنشوف مثلا انه الشخص الاول نزل بمقدار 2.5%، الشخص الثاني بقى على ما هو عليه، الشخص الثالث زاد النبض تبعه 2.5%، الرابع
زاد النمط بمقدار 4%، وهكذا. اوكي، فهون معناته اخذنا مقدار التغير بعين الاعتبار. فهون مثلا بهذا العينه او الشخص الاخير كان التغير عنده في النبض يعادل ربما شخصين او ثلاثه من اللي نزل النبض عندهم. وكذلك الامر ربما في المحركات لفحص الزيت او في لفحص دواء معين. اذا الفحص الثاني، الفحص الاول كان ساين تيست، بيشوف التأثير الإيجابي أو السلبي مقارنة بقيمة مرجعية بغض النظر عن المقدار. والكيكسون ساين درانك تيست بيقارن التحسن سلبا أو إيجابا مع الأخذ بعين الاعتبار لمقدار التغير. الآن إذا كان في عندنا عينتين أو أكثر في الحقيقة، الآن نبدأ بالعينتين. هون في عندنا 4 فحوصات، ساين تيست لعينتين، ويلكيكسون ساين درانك تيست لعينتين، توكي تيست لعينتين، ويلكيكسون رانك سام تيست، أو في فحص آخر اسمه المان ويتني تيست، فحصين مختلفين لنفس الغرض. هذول ال4 فحوصات يستخدموا لمقارنة عينتين مع بعضهم، ساين تيست والويلكيكسون ساين درانك تيست والتوكي تيست وأيضا ويلكيكسون رانك سام تيست والمان ويتني تيست. ال4 فحوصات، أو خلينا نحكي الخمسة على اعتبار أن هذولا هم فحصين بيأدوا نفس الغرض. الآن نشوف الساين تيست لعينتين. الساين تيست لعينتين بيعمل مقارنة ما بين عينتين، عينة هذه العينة قبل ما يتم إجراء معين عليها وبعد نفس الإجراء. على سبيل المثال أشخاص تم إعطائهم دواء معين وفحصهم قبل إعطائهم هذا الدواء مع فحصهم بعد إعطاء هذا الدواء، ماذا كانت النتيجة؟ هل بقيوا على ما هو عليه؟ أوكي، نيوترال تأثير، أم تحسنوا جرين، أم إنه تراجعوا. ممكن أشخاص النبض تبعهم تأثير التدخين عليهم على النبض، زاد النبض نقص النبض بقيوا على ما هو عليه. ممكن فحص ميكانيكي تأثير الزيت على المحركات نفسها قبل ما نعطيها إن نستخدم الزيت مع بعد ما استخدمنا الزيت المحسن. إذا هذا هو فحص الساين تيست لعينتين، لكن هون نتكلم عن العينتين هم نفس العينة قبل وبعد إجراء معين. الآن الفحص الثاني هو ويلكيكسون ساين رانك تيست اللي بيقارن عينتين، أيضا العينتين هم قبل وبعد إجراء معين، بياخذ بعين الاعتبار مقدار هذا التغير والتغير ومقدار التغير، التغير ومقدار التغير. العينة الأولى كانت ترتيبها خلينا نحكي الثالث، لأنه في عندنا عينتين ثلاثة وأربعة معناته بهذا الترتيب. وبعدين المهم ما لازم ندخل بالتفصيلات لأنه كل هذه الفحوصات مشروحة بفيديوهات منفصلة، نتكلم بالعموميات. إذا الويلكيكسون ساين دراينج تيست بيفحص التغير ومقدار التغير لنفس العينة قبل وبعد إجراء تغيير ما. الآن التوكي تيست بيفحص الوسيط لعينتين، فيما إذا كان الوسيط لعينتين متقارب يعتبروا متقاربين أم لا. إذا في عندنا عينتين
هل الوسيط إلهم يعتبر متقارب من بعضهم البعض أم لا؟ هو تقريبا زي فحص التي تيست، ولكن يجرى على الوسيط وليس على المتوسط. إذا توكي تيست بيفحص الفرق بين الوسيط، مثلا لقياس ضغط الدم لمجموعة من الأشخاص المدخنين مع أشخاص غير مدخنين. هل الوسيط في القيمة الوسيطة للمدخنين تقارب القيمة الوسيطة لغير المدخنين مثلا أم لا؟ هذا الفحص التوكي بقارن عينتين مختلفتين، الساين تيست والفحص الويلكنسون ساين دراينج تيست بقارن لنفس العينة قبل وبعد حدث معين، التوكي تيست بقارن عينتين مختلفتين عن بعضهم، وبقارنهم من حيث الوسيط. إذا كان العينتين مختلفتين ما نستخدم توكي تيست، إذا كان العينتين هم نفسهم قبل وبعد، إذا مهتمين بالإشارة فقط بأنه أحصل تغير أم لم يحصل then sign test، إذا بدنا مهتمين بمقدار التغير نستخدم الويلكنسون sign drying test. الآن الفحص الرابع والخامس اللي هم نفسهم نفس الفحص اللي هم ويلكنسون رانك سام تيست والمان ويتني تيست بقارن الاختلافات في الترتيب لعينتين مع بعضهم. على سبيل المثال لنفرض تم إجراء سباق ما بين طلاب من المدرسة ألف مع طلاب من المدرسة باء، وكانت نتائجهم على النحو التالي: المدرسة ألف اللي هي تأخذ اللون الأخضر، المدرسة باء أخذت اللون الأحمر. المدرسة ألف نتيجة السباق كانت الأول والثاني والثالث والرابع والسادس والثامن والتاسع والعاشر والثلاثة عشر هم من المدرسة الأولى، بينما ترتيب المدرسة الثانية كان بدأ من الخامس والسابع 11 12 14 15 16. فهل يوجد اختلاف في كفاءة المتسابقين من المدرسة الأولى عن المدرسة الثانية أم لا؟ إذن هذا الفحص بيبحث عن الاختلاف ما بين نتيجتين من حيث الترتيب للنتائج، من حيث ترتيب النتائج في نهاية الفحص، وليس من حيث الوسيط أو التحسن. إذا لما بيكون في عنا فحص ونقارن عملية الترتيب للنتائج، إذا إحنا نستخدم فحص الويلكنسون رانك سام تيست أو فحص المان ويتني تيست. طبعا زي ما حكينا مرة أخرى جميع هذه الفحوصات مشروحة بالتفصيل بفيديوهات منفصلة. الآن لو كان عندنا مقارنة لأكثر من عينتين 3 10 20 100 200 بغض النظر، في عندنا فحصين كروسكل ويلز تيست اللي يطلق عليه الاتش تيست، وفي عندنا فحص فريدمان تيست. الاولاني بقارن الترتيب نفس الويلكنسون رانك سام تيست، ولكن بقارن الترتيب لاكثر من مجموعتين، بقارن لثلاث مجموعات لعشر مجموعات لألف مجموعة من حيث الترتيب. يعني نفرض انه في عندنا طلبة او متسابقين من ثلاث مدارس من اربع مدارس من عشر مدارس، فهون بقارنهم مع بعضهم البعض، ان المدرسة اللي من الاحمر ومدرسة الاخضر والمدرسة الاورنج على سبيل المثال. فهون بقارن انه هل كفاءة الطلبة متساوين او لا، او نتائج الطلبة في فحص الرياضيات او في اللغة الانجليزية او الترتيب لسرعة الشفاء لثلاث أدوية مختلفة على سبيل المثال، أو أي شيء يعني إحنا بنفحصه وتكون النتائج يمكن أن تصاغ بشكل ترتيبي. إذن فحص الكروسكل ويلز تيست أو الإتش تيست بقارن ترتيب أكثر من مجموعتين.
فريدمان تيست بيقارن عينتين لمتغيرين، مش لمتغير واحد. هنا كنا نتكلم عن متغير واحد، اوكي، عن متغير واحد. هون نتكلم عن متغيرين. هذا تقريبا يشابه طبعا الانوفا 1 وي، هذا يشابه الانوفا 2 ويز. اوكي، فعلى سبيل المثال بدنا نقارن، طبعا هو ايضا بيقارن من حيث الترتيب، فيقارن مقارن ترتيب لعدد من العينات وفقا لعدد من الخصائص. على سبيل المثال، هل يوجد اختلاف في نتائج خمس مقيمين، في ان المقيم A والمقيم B والمقيم C والمقيم D، هذول اسماء المقيمين، بقيموا خمس، عفوا هذه منتجات، المنتج A، منتج B، ومنتج C، ومنتج D، وفي عندنا خمس مقيمين. فكل مقيم قيم المنتجات، وهذا نتيجة مثلا المقيم الأول أعطى 4 للمنتج A، و3 للمنتج B، و2 للمنتج C، و1 للمنتج D، والثاني أعطى هذا الترتيب، والثالث أعطى هذا الترتيب، والرابع أعطى هذا الترتيب، والخامس أعطى هذا الترتيب. أوكي. الآن هذا الفحص اللي هو فحص الفريدمان بيبحث في قضيتين: هل يوجد اختلاف ما بين نتائج المقيمين؟ أوكي. هل المقيمين نتائجهم قريبة من بعضها بحيث أنه لا يوجد مقيم لديه نزعة بأنه يعطي علامات منخفضة أو يعطي علامات مرتفعة؟ أوكي. والسؤال الثاني اللي بجاوب عليه، هل المنتجات قريبة من بعضها أم لا؟ إذن هو يعطينا نتيجة لتقارب المنتجات من بعضها وتقارب المقيمين من بعضهم. بغض النظر الآن ممكن يكون الـ X و Y، ممكن يكون الزمن والضغط، ممكن يكون تأثير المتغير المضاف A وتأثير المتغير اللي هو مضاف B. إذن في عندنا متغيرين، بغض النظر إيش هم هذول المتغيرين، في عندنا هذا المتغير في Y وهذا المتغير في X، بيبحث في أثر المتغير اللي في Y على النتيجة والأثر المتغير اللي في X على النتيجة النهائية. يعني هذه هي الفحوصات اللي تجرى، اللي هي Parametric Test. مرة ثانية من أيدها بشكل سريع، إذن في أن إما بنفحص لعينة واحدة مع قيمة مرجعية، وهنا في أن Sign Test، أو اللي بيبحث بالفرق باتجاه تغيير سواء سلبا او ايجابا من غير الاخذ بعين الاعتبار مقداره، والويلكيكسون سايند رانك تيست اللي بيبحث بالاتجاه مع المقدار التغير. اذا كنا نبحث بعينتين، اذا العينتين هم عباره عن نفسهم قبل وبعد، معناته احنا اما عندنا الساين تيست اللي الساين تيست بيبحث بالاتجاه من غير الفرق، ويلكيكسون سايند رانك تيست بيبحث بالاتجاه والفرق للعينة قبل وبعد. وإذا كان العينتين مختلفتين، معناته عندنا التوكي اللي بيبحث بالفرق ما بين الوسيط للعينة الأولى عن الفرق في الوسيط للعينة الثانية، وعندنا اللي بيبحث لنا الترتيب للعينات اللي هو ويلكيكسون رانك سام تيست أو مان ويتني تيست اللي هو ترتيب النتائج لعينتين. إذا كان عندنا أكثر من عينتين، معناته في أن كروسكال ويلز تيست اللي هو الإتش تيست أو الفريدمان تيست، إذا كان هذا لمتغير واحد وهذا لمتغيرين، لمتغير واحد نعم، هو لمتغير واحد وهذا لمتغيرين، بيبحث بتأثير المتغير الأول على النتيجة النهائية وتأثير المتغير الثاني على النتيجة النهائية. الآن بنكون أنهينا المسار الثاني اللي هو البارامتريك النون بارامتريك تيست، من النقطة 14. النقطة
نقطة 14، إما رحنا يسارا إلى البارامتريك تيست إذا كان النتائج تأخذ شكل التوزيع الطبيعي، ورحنا لليمين إذا كان التوزيع غير طبيعي أو حجم العينات صغير أو غير معروف أصلا. الآن عندنا المسار سي اللي هو فحوصات النسبة. فحوصات النسبة بتتعامل فقط مع النتائج اللي أصلا مقاسة كأرقام، وفي عندنا مجموعة من الفحوصات، الفحص الأول طبعا كلياتها بتعتمد على كم عدد العينات اللي موجود عندنا. الآن راح ناخذهم واحدة واحدة إن شاء الله. في عندنا الفحص الأولاني اللي بنسميه الـ One Sample Proportion Test. One Sample Proportion Test اللي هو بيقارن وجود فرق معنوي بين نسبة مكون معين في مجتمع مع النسبة المستهدفة. مثلا الـ One Sample Proportion Test تم مقابلة مثلا 800 شخص، وجدنا من ال 800 في منهم 80 عاطلين عن العمل. معناته نسبة اللي عاطلين عن العمل هم 10%. لأن نقارن النسبة هاي 10% مع القيمة المستهدفة، احنا بنسعى انه تكون في المجتمع ما فيش اكثر من 9%. اوكي، او احنا اشتغلنا على انه نحقق 9%، اوكي، او القيمه المستهدفه هي 9%، فهل احنا فعليا متجاوزين هاي القيمه؟ هل هذا يعتبر احنا متجاوزين القيمه، ام تعتبر النتيجه 10% هي تقريبا تعتبر 9، ما فيش فرق ما بينهم؟ هذا الفحص هو One Sample Proportion Test، بيبحث انه هذا الاختلاف ما بين القيمه اللي حصلنا عليها والقيمه المستهدفه، هل هو فرق معنوي ام فرق غير معنوي؟ ممكن تكون النتيجة ممكن 8.5، ممكن تكون 8 أيضا، فهل إحنا فعليا تحت التارجت بقيمة كبيرة أم الفرق لا هو فرق يعني صغير وهو نتيجة الخطأ، نتيجة فقط العينة اللي إحنا أخذناها. الفحص الثاني، إذا الفحص الأولاني One Sample Proportion Test، قارنا قيمة متحققة مع قيمة مستهدفة، قيمة متحققة مع قيمة مستهدفة. الـ two sample proportion test بيقارن بيبحث في وجود فرق معنوي بين نتائج مجموعتين تجاه مثلا قضية معينة. على سبيل المثال، تم إجراء دراسة بخصوص رفع الضرائب على السجائر مثلا، فهل يوجد اختلاف معنوي بين رأي المجموعة المدخنة؟ أخذنا مجموعة مدخنة وسألناهم ما رأيكم إنه بدنا نرفع الضرائب على الدخان؟ فالمدخنين اللي قابلناهم كان عددهم 605، 351 منهم على سبيل المثال كانوا موافقين على رفع الضرائب. غير المدخنين قابلنا 195 واحد، كان منهم اللي موافقين على رفع الضريبة مثلا 41 واحد. فهل يوجد فرق ما بين رأي المدخنين عن رأي غير المدخنين؟ إذن هنا بنقارن إحنا ما بين عينتين، عينة الأولى مع العينة الثانية، نتيجة العينة الأولى مع نتيجة العينة الثانية. هون احنا كنا نقارن نتيجة العينة الأولى مع قيمة معروفة، اوكي؟ يعني هون بنقارن قيمة من عينة مع قيمة أخرى من عينة أخرى، اوكي؟ فهذا بنسميه Two Sample Proportion Test. الآن في عندنا فحص اسمه الكاي سكوير جودنس اوف فيت تيست، اوكي؟ مربع كاي، مربع كاي. فحص مربع كاي بيقارن النسب المحتملة أو القيم النظرية في العينة مع النسب الحقيقية التي تم الحصول عليها بالتجربة. على سبيل المثال،
احنا اشترينا شحنة ما، وهذه الشحنة من الألعاب، مفترضين احنا انه تكون 30% منها لونها احمر، 60% منها لونها اسود، 10% منها لونها اخضر. الان احنا فحصنا العينة، اخذنا 50 عينة من 120، فحصنا 120 عينة، اخذنا عشوائي 120 عينة فحصناهم، كان في عندنا 50 منهم احمر، 60 كان لونهم اسود، 10 منهم لونهم اخضر. الان القيم النظرية معناته احنا حقيقة عندنا 36% احمر، 72% عندنا اسود، 12% عندنا اخضر. هل هذه القيم مختلفة عن القيم اللي محتملة؟ فاحنا بنقارن قيم متوقعة مع قيم حقيقية، فبنقارن القيم المتوقعة مع القيم الحقيقية ونشوف انه هل الفرق ما بين القيم المتوقعة والقيم الحقيقية هي قيم ذات الفرق، هذا فرق ذات معنى ام فرق غير معنوي، ولكن هو فقط بسبب الصدفة باختيار العينة. ممكن مثلا اجراء فحص اخر، نشوف نقابل نسبة من الرجال، نقابل عدد من الرجال وعدد من الإناث، ونشوف كم منهم نسبة العاملين في القطاع العام مع نسبة العاملين في القطاع الخاص، ونشوف إنه مثلا إن نسبة إحنا مستهدفينها إنه في القطاع الخاص تكون مثلا نسبة الذكور والإناث العاملين في القطاع الخاص مقارنة مع النسب المستهدفة. الآن في عندنا فحص الفيشر exact test of 2 by 2 table، هو اختبار الفرق بين نتائج عينتين أو منتجين لكل منهما إحدى نتيجتين فقط. يعني مثلا مقارنة نسبة المرضى اللي استجابوا لدواء، مثلا على سبيل المثال بنقارن نسبة المرضى اللي استجابوا لدواء معين مقارنة مع دواء آخر. يعني في عندنا منتجين، هذا المنتج الأول هذا المنتج الثاني. للمنتج الأولاني 20% منه ما استجابوا، 80% منه استجابوا. المنتج الثاني 10% لم يستجيبوا، 90% استجابوا. الآن هل المنتج الأول مختلف عن الاستجابة له، مختلفة عن الاستجابة للمنتج الثاني؟ زي ما شايفين احنا اللي لم يستجيبوا هون 10، اللي لم يستجيبوا هون، اللي لم يستجيبوا هون 20، اللي ما لم يستجيبوا هون 10. فهل فعليا في فرق بين المنتج الأول والمنتج الثاني، أم إنه فقط هذا الاختلاف هو اختلاف صدفة، اختلاف نتيجة الصدفة ونتيجة يعني فقط العينة اللي احنا درسناها؟ هذا الفحص بتم فقط على مصفوفة 2 في 2 فقط، يعني منتجين لكل منتج في له يس نو. اوكي، مثلا ذكور وإناث مدخنين غير مدخنين. اوكي، المادة ألف المادة باء، أوكي، عملت تحسين ما عملتش تحسين. أوكي، المنتج الأول المنتج الثاني، عدد العينات المقبولة عدد العينات المرفوضة. فهذا الفحص أحسن، اللي هو فحص فيشر إكزاكت تيست، أحسن وأقوى لما يكون عندنا فقط نتيجة بنقارن إحنا متغيرين لكل واحد من المتغيرين في له نتيجتين. فحص كاي سكوير، مربع كاي، هذا بيقارن أكثر من منتج لأكثر من خيار. هو نفس هذا، ولكن بدل ما كنا نقارن 2 في 2، هنا ممكن نقارن 10 20 30 100 200
مع 10 خيارات أو 20 خيار. على سبيل المثال، رأي تم مقابلة أشخاص من المدينة الأولى مع أشخاص من المدينة الثانية مع الأشخاص من المدينة الثالثة، وتم دراسة إنه رغبتهم في مشاهدة أفلام الكوميدية الفكاهية وأفلام الرعب والأفلام المشوقة والأفلام الرومانسية. فبالمدينة الأولى كان الأغلبية بحبوا الفكاهي 60 مع 32 رعب مع مشوق 30 مع رومانسي 40. المدينة الثانية كانت العدد اللي تقابلنا 100 مع 30 مع 40 مع 70، والثالثة بهالمقدار. هل يوجد اختلاف ما بين رغبات المشاهدين في الثلاث مدن أم لا يوجد؟ وهل هذا الاختلاف هو اختلاف ذات معنى أم لا يوجد اختلاف ذات معنى؟ بهذا الفحص بنشوف اللي أكثر من عينة لأكثر من منتج لعدد من الخيارات. من التطبيقات الجميلة ممكن تكون عليه مثلا الاستفتاءات اللي بتصير أو الاستبيانات اللي بتتم إجراءها في المؤسسات نحو قضية معينة. فبنشوف مثلا أثر الموظفين من الدرجة الأولى، رأي الموظفين من الدرجة الأولى من الدرجة الثانية من الدرجة الثالثة على موضوع مثلا إجراء التغيير بالطريقة الأولى، إجراء التغيير بالطريقة الثانية، إجراء التغيير بالطريقة الثالثة، إجراء التغيير بالطريقة الرابعة. ونشوف إنه هل فعليا آراء الموظفين من هذه الفئات مختلف عن بعضهم البعض أم متقاربين. والآن لم نرجع بسرعة، إذا في عندنا one sample proportion بتقارن القيمة اللي تم الحصول عليها في الدراسة مع قيمة المستهدفة. هون بتقارن عينتين، نتائج العينة الأولى مع العينة الثانية. هون بتقارن الكاي سكوير، مربع كاي، بقارن القيم المستهدفة مع القيم النظرية. الفيشر اكزاكت تيست بقارن منتجين أو عينتين، لكل عينة احتمالين فقط. والكاي سكوير تيست بقارن أكثر من عينة ولكل عينة أكثر من احتمال. وهذا هو بيكون المسار الثالث. نتمنى إنكم تكونوا أخذتوا فكرة سريعة وشاملة. في الحقيقة التحضير لهذه المحاضرة أخذ وقت طويل جدا، يعني ربما تجاوز الأشهر، وتم بحمد الله. وبتمنى إنكم تكونوا استفدتوا منه، وأية ملاحظات توردوها إن شاء الله. فشكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.